وللمزيد حول التقرير الذي أصدرته منظمة حقوقية عن حملة الاعتقالات الجديدة ضد ناشطي التظاهرات في البصرة، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك سيد علي. يعني كما تعلم حملة جديدة للاعتقالات ضد ناشطي التظاهرات في البصرة، كيف يمكن تفسير استمرار ملاحقة القوات الأمنية للناشطين رغم لربما هدوء وتيرة التظاهرات تظاهرات تشرين؟ يعني حسب المصادر اللي نتواصل وياها في محافظة ديالى والبصرة وعدة محافظات، تأكد لدينا أن إيران أرسلت ممثلين ضباط من ما يسمى بقوات الباسيج لمتابعة النشطاء العراقيين، وهناك توقعات باندلاع ثورة جديدة وانتفاضة جديدة تشبه انتفاضة تشرين بسبب موجة الفقر والغلاء وانهيار الجوع وانهيار منظومة التربية والتعليم والصحة وغيرها من الأمور. فأعتقد أن هذه ضربة استباقية تحاول من خلالها الحكومة العراقية والميليشيات والأحزاب العميلة المرتبطة بإيران قمع الانتفاضة المتوقعة التي يعني يتوقع حدوثها الآن. هناك مجاعة، هناك فقر، رغم أن أسعار النفط ارتفعت بأشكال يعني بدرجة خيالية، كان من الممكن أن تجعل المواطن العراقي في هذه الظروف يعيش في أفضل حال لو اعتمدوا على لو كان هناك توزيع حقيقي لهذه الثروات واستخدمت أموال النفط وعائداته، ولو 1% منها استخدم لدعم البطاقة التموينية ودعم المواد الغذائية التي ارتفعت ارتفاع فاحش. هناك تململ وهناك استياء وهناك حملة يعني شعواء من الناشطين ومن الشعب عموما تنتقد فيها إجراءات ما تسمى الحكومة التي أصبحت غائبة تماما، خصوصا في مناطق جنوب العراق. طيب الحكومة غائبة تماما. سيد علي، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل أثبت هذا الأسلوب أسلوب العنف لربما الذي تتبعه القوى الأمنية مع غضب العراقيين الناتج عن يعني سوء الأحوال المعيشية ويعني لربما سوء إدارة شركاء العملية السياسية للأمور السياسية في العراق، هل أثبت هذا الأسلوب نجاعة سابقا حتى أو يعني في إرهاب العراقيين وتخويفهم حتى تعاود الحكومة والأجهزة الأمنية اتباع ذات الأسلوب؟ الكل يعلم والتجارب أثبتت أن هذا الأسلوب فشل ذريع، ونحن نتذكر أن في أوج قوة هذه الميليشيات وإجرامها واندفاعها ومن خلال من قامت بعمليات قتل وترهيب واعتقال، لكنها لم تكبح جماح الشعب العراقي الثائر ضد الفساد. هذه المحاولات هي الآن محاولات استباقية، وأنا أعتقد أنها سوف تعطي نتائج عكسية، لأن هذا التململ وهذا الغضب الناتج عن حالة الفقر وانهيار وتردي الخدمات، إذا رافق عمليات اعتقال ومضايقات من الميليشيات وحكومتها بإشراف، وأؤكد بإشراف من قوات الباسيج الإيرانية، سوف تعطي نتائج عكسية، والأيام سوف تثبت ذلك، خصوصا أن الوضع في العراق الآن يتدهور من سيء إلى أسوأ، ونشاهد قرارات وكلمات وخطابات عن البطاقة التموينية وعن رمضان وعن غيرها عن دعم المواطن في رمضان، لكن لم يحدث أي شيء. لا تزال المدارس من الطين، ولا يتزال انهيار منظومة التربية والتعليم وانهيار الخدمات الصحية بشكل تام. نعم، لربما ليس بعيد عن البصرة لكن القمع واحد، نذهب إلى قضاء الطارمية في بغداد. وفي صلاح الدين وديالى نفذت ميليشيات الحشد عمليات دهم وتفتيش تعسفية لربما طالت عدة قرى في المدينة، يعني ما هو تفسير هذه الهجمة الجديدة على بعقوبة أيضا؟
هذه الهزمة معروفة جدا. أولا مدينة بعقوبة هي مدينة حدودية مع إيران، ويراد من خلالها عملية تغيير ديموغرافي، لأن يعني محافظة ديالى هي خاصرة بغداد الأقرب إلى الحدود الإيرانية، ومناطق شمال بغداد، عموم مناطق محيط بغداد تتعرض لعمليات تغيير ديموغرافي وعمليات ابتزاز وعمليات ترحيل وعمليات تهجير وغيرها. لكن الآن التركيز يتم على الطارمية ومناطق شمال بغداد ومحافظة ديالى بالتحديد، لأنك إذا جريت خط مستقيم من الطارمية إلى الحدود الإيرانية، المسافة لا تبعد أكثر من 90 كيلومتر. نحن أمام خطر حقيقي، الحشد وميليشياته يقوم بعمليات دهم واعتقال، الهدف منها تهجير الناس، ابتزازهم، تغيير ديموغرافي، وهذا خطر. الخطورة تكمن في انهيار منظومة الحكومة والدولة ومؤسساتها. الآن الدولة غائبة تماما. الكاظمي حقيقة قبل 10 أيام أعلن أنه انسحب من المشهد السياسي وترك الأمر إلى الميليشيات تصول وتجول وتعربد وتقتل. أيضا يعني في الهجمة السابقة تم التبرير بهجوم مفتعل لما يسمى تنظيم داعش، كيف يمكن للحكومة وميليشياتها أيضا يعني تبرير هذه الهجمة الآن؟ لا شك أن داء ما تسمى بداعش أصبحت شماعة تعلق عليها الميليشيات وحكومتها كل الجرائم التي ترتكبها. الشعب العراقي لم تعد تنطلي عليه هذه الأمور، هذه العمليات تقوم بها ميليشيات ولا تقل بشاعة وإجراما عن داعش. والشعب العراقي أصبح متيقن أن داعش والميليشيات وجهان لعملة واحدة، سواء أتت العملية من داعش أو من الميليشيات، الطرف كل هذا تتحمله ما تسمى بالحكومة العراقية والرئاسات الثلاثة الغائبة تماما. والحقيقة أن العراق الآن يعاني فراغ رهيب، فراغ سلطة، انهيار منظومة القضاء، كل شيء فيها منهار. وللأسف يعني الشعب العراقي الآن في وضع خطر جدا، لا يستطيعون تشكيل حكومة ولا يستطيعون إعادة الانتخابات، والخلل في العملية السياسية التي نصبها المحتل يثبت يوما بعد يوم، ولا حل إلا بتغيير جذري لهذه المنظومة. نعم، إذا كنت ضيفا عبر سكايب من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك.